سلامتك سلامتك تعنين انه هنا تحت نحن لا نرى شيئا انظروا انظروا جيدا لقد عضني عضك اعني انه كان يريد ان يعضني مشى على قدمي يعني أنه كان يريد أن يمشي على قدمي أوه يا صالح أرجوك أن تقتله إننا لا نرى شيئا أخرجيه لنا ونحن مستعدون لقتله نحن لا نرى شيئا من المحتمل أنه يكون قد خرج نعم أعتقد أنه قد خرج فعلا إذن انزلي يا سمير تأكدوا من خروجه كيف نتأكد يا سميرة؟ إننا لا نراه وهذا أكبر دليل على عدم وجوده لا 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 إنه هنا انزلي يا سميرة وكافاك خوفا انزلي سأنزل بشرط واحد ما هو؟ أن تبحثوا عنه وتقتلوا ثم تأتوا به إلي لكي أراه تعتبر القوارض وبخاصة الفئران من الآفات الضارة خصوصا من الجانب الاقتصادي ففضلا عن عادة القرض لكل ما يصادفها من أشياء ومواد فإن عادة حفر الأنفاق في باطن الأرض ولمسافات طويلة تسبب الخراب وقد يصل الضرر في بعض الأحيان إلى انهيار المنازل ويقول الخبر إن سد مأرب قد انهار بسبب جرذان حفرت فيه لذا فإن الفئران خطر على الصحة وخطر على الممتلكات العامة والخاصة أمي أنا أتي يا أمي أنا هنا يا جمانة أتذكرين جاكيت الصوف؟ جاكيتك الصوف؟ نعم الذي كنت ألبسها في الشتاء الماضي نعم نعم تذكرته ربما يكون مع ملابسك الصوفية لقد أكلت الفئران الجاكيت يا أمي الفئران؟ وكيف وصلت الفئران إلي؟ إن أفضل مرتع للقوارض بأنواعها المختلفة الأماكن التي تكثر فيها الفضلات والنفايات والتي تتيح لها تغذية وتناسلا جيدا فتتكاثر بسرعة عجيبة وبصورة خاصة في المدن الساحلية التي لا تعنى بنظافة شواطئها فيكون تلوث البيئة دائما مرافقا لانتشار الفئران وتكاثرها مما يزيد في تفاقم المشكلة إلى أن يصبح انتشارها مشكلة كبيرة تحتاج إلى حملة وطنية لمكافحتها وتعتبر القوارض وبخاصة الفئران من الآفات الضارة خصوصا من الناحية الاقتصادية فهي تتلف المزروعات والمواد الغذائية وتنقل الأمراض
وتحفر الأنفاق في باطن الأرض وفي جدران المنازل والمخازن مسببة التلف والانهيار. وتفضل القوارض العيش والتناسل في الأماكن الخربة والمهملة حيث تكثر الفضلات وتضمن لنفسها الحماية. لهذا فمن الملاحظ أن وجودها يزداد في المناطق القديمة والخربة وفي أطراف الأحياء المهدمة حيث تلقى النفايات دون اهتمام، أو في الأماكن المهجورة، أو في أماكن رمي المخلفات، أو في أطراف البيوت حيث المستودعات، أو الأماكن المخصصة لوضع الأشياء المستهلكة والتلفة. لذا فإن أول طرق مكافحة القوارض تأتي في المحافظة على النظافة العامة، نظافة المدينة والنزل، والاهتمام بتجميع النفايات بشكل نظامي في أكياس مغلقة، والحرص على عدم رمي النفايات بشكل عشوائي في كل مكان، ونقل النفايات خارج المدن والتخلص منها أصولاً كي لا تكون مرتعاً لتكاثر الفئران والحشرات والجراثيم. إن نظافة البيئة من حولنا هي أكبر عدو للقوارض بأنواعها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل العمل كثير اليوم إلى هذا الحد؟ كثير مثل كل يوم، لكنه أكثر من كل يوم. ماذا تعني؟ يعني أنك لم ترفع رأسك وأنت ترد السلام؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها، هل هذا أفضل؟ الله يعينك. في أي شيء تعمل؟ الفئران. الفئران؟ نعم، الفئران. وماذا بها؟ هل أكلت أوراقك؟ بل أكلتني أنا. أنا لم أفهم. كنت أريد أن أكتب موضوعي عن الفئران، كنت أتصور أنه موضوع بسيط لن يأخذ مني سوى نصف ساعة أو ساعة على الأكثر، ولكن مضى حتى الآن 3 ساعات وأنا لم أكتب حرفا واحدا. إذن فالموضوع كبير وأكبر مما تتصور. أكتب عن سرعة تكاثر الفئران، فالذي أعرفه أن فترة الحمل عند الفأر 20 يوما، وتضع كل مرة من 4 إلى 6 فئران. صالح، ما رأيك لو أخذت الموضوع لتكتب فيه؟ لا أرجوك، لا، كل شيء إلا الفئران، فأنا أكره الفئران وأكره الكتابة عنها. لقد شاهدت مرة أنها تهاجم حتى الأغنام لتأخذ صوفها وتجعله وسائد تلد عليها صغارها. القوارض هي من أخطر الحيوانات التي تعيش في بيئة الإنسان، تأكل طعامه وتخرب مزروعاته وأثاثه وتنقل إليها عديدا من الأمراض. فنجد الأمراض التي تنقلها الفئران للإنسان تنقل بعدة طرق. بواسطة اللعاب ينقل الفار للإنسان حمى عضة الفار وداء الكلب. أما إذا بواسطة الطفيلات الخارجية الموجودة على جسمه، فنجد أنه البراغيث تنقل للإنسان مرض الطاعون، والحلم والقراد ينقل للإنسان مرض التلواري. بواسطة بول الفار ينقل للإنسان مرض فايل أو الصفراء الجرذاني. أما بواسطة البراز فينقل للإنسان التسمم الغذائي أو اضطرابات المعوية والعصبية. وقد ينقل الفار للإنسان الأمراض نقلا ميكانيكيا نتيجة وجوده في المجاري، فينقل الإنسان شلل الأطفال نقلا ميكانيكيا. أنواع القوارض الأكثر انتشارا في المنطقة، نجد عندنا الفأر النرويجي وهو أكثر الفئران انتشارا وأكبرها حجما، ثم الفأر المتسلق وهو 3 أشكال مختلفة
ثم الفأر، الفأر المنزل وهو أصغرها حجما ويوجد دائما في منزل الإنسان أو ملاصق للإنسان. بالنسبة لعمليات المكافحة، لما بيجينا شكاوي من المواطنين عن وجود الفئران في منطقة معينة، بنبعت المسؤول عن مكافحة القوارض يروح يزور المنطقة اللي فيها الشكوى ليتعرف على الأثار اللي تركها الفئران، ومثل البراز ومثل الأشياء التي خربها الفار وأثار الأقدام والجحور لو كان فيه جحور، ثم يضع المصائد للحصول على عينة حية من الفئران الموجودة في هذه المنطقة، تؤخذ إلى المعمل لإجراء بعض التجارب عليها مثل التمشيط لمعرفة الطفيليات الخارجية الموجودة عليها والتشريح لمعرفة الطفيليات الداخلية الموجودة بها والأمراض المصابة بها الفئران لمعرفة الأمراض التي قد تنقلها للإنسان، ثم لإجراء بعض تجارب اختبار السموم على هذه الفئران حتى نختار السم الذي يؤثر تأثير كامل على هذه الفئران. وبعد ذلك إذا وجدنا طفيليات خارجية على الفئران بنقوم بعملية تعفير في المناطق التي اشتكت من وجود الفئران حتى نقتل الطفيليات الخارجية الموجودة على الفأر من الخارج، حتى إذا مات الفأر لا تنتقل إلى الإنسان أو الحيوانات الأخرى وتسبب لها الأمراض. بعد ذلك ننشر صناديق السم. بعد عمليات التسميم بنضع مصائد لنرى هل ما زال هناك أي نوع من أنواع الفئران أو انتهت الفئران الموجودة في المنطقة، وبعد كده بيكون قضينا على الفئران الموجودة في منطقة الشكوى. لم يأتي بالخس ولم يأتي بالجزر، لا أدري ما الذي أصاب هذا الرجل، أصبحت ذاكرته ضعيفة جدا. ألم أذكرك منذ الصباح وعند خروجك بأن لا تنسى الخس والجزر؟ بلى لقد فعلت ذلك يا عزيزتي. ولماذا نسيت الخس والجزر؟ هناك أزمة في السوق. أزمة في الخس والجزر؟ نعم، أزمة في الخس والجزر. لقد أكلت الفئران أغلب محصول السنة من الخس والجزر. الفئران؟ نعم، الفئران. وهل هذا فعلا صحيح؟ إذا لم تصدقيني اذهبي بنفسك للسوق واسألي وتأكدي. إذن ماذا ستفعل لو أنني حملت وتوحمت بالخس والجزر؟ حينئذ سأفكر في حل. وما هو الحل؟ سأنضم إلى حملة مكافحة الفئران والقوارض. سلامتك. سلامتك. سلامتك سلامتك نودت لك سلامتك 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 لأنك الإنسان تعمر الأوطان نودت لك سلامتك نودت لك سلامتك تجهو بتاج العافية ما أسعدك ما أسعدك تجهو بروح عالية ما أسعدك ما أسعدك تجهو بتاج العافية ما أسعدك ما أسعدك